سمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي. وتطرق الاجتماعان مع الحزبين إلى علاقات الصداقة السعودية الأمريكية وشراكة الثنائية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.